الدوري خلص خلص خلاص بالنسبة للنادي الأهلي. اتحسم للأهلي. لسه كام ماتش؟ سبعة؟ نعم سبع ماتشات؟ ناقص الأهلي. لا ده متأجله لسه لا عدد مش الأهلي، أنا بتكلم على الدوري عامة، تقريبا ناقص. سبع لا ماتشات. أقل من ساعة، في بعض الفرق ليها خمس ست ماتشات ناقص آخر تقريبا. ماتش كان 29 ماتش النهاردة تقريبا، والأهلي لعب 22 ماتش. بالظبط، واحنا 34 أسبوع، يعني الأهلي لو ده خد ست الماتشات ماتشات. المؤجلة بتاعته الموضوع منتهي. وحتى تخيل الأهلي لما تاخد الدوري يمين كده وأنت وأنت ما بتلعبش. يعني أنت عارف الأهلي بقالك أربع فعلا ما ماتشات، لعبش بقاله الأهلي ما فترة لعبش بقاله فترة ولسه كبيرة. متصدر يعني جدول الترتيب. أنت بتتكلم النهاردة الأهلي كام بونت؟ الأهلي 56، بيراميدز 51، فرق كام ماتش بقى؟ خمس ماتشات، خمسة في ثلاثة بكام؟ 15 بونت. طبعا، يعني لو كسب ثلاث والفرق ماتشات دلوقتي 4 نقط بالظبط، يعني لو كسب المؤجلات بتاعته بس خد الدوري، خلصوا. بيراميدز هيتعثر اكيد. لكن احنا بنتكلم برضو على الزمالك بعيد، الزمالك الرابع اهو، زمالك فالموضوع يعني الدوري شبه محسوم يعني. وكمان شبه الاهلي بيلعب بالبودل امبارح، بيلعب يعني بيلعب مش الناس برضو، كلهم مش بودلاء، كلهم هيغير 3 4. هيلعب الماتش الجاي بالبودل انا متاكد. هو برضو لازم، ما ينفعش ان هو يقعد التيم الاساسي فتره كبيره قبل ماتش الوداد، طبعا لازم يبقى رجلهم في الملعب ولازم مجهزين بشكل كبير، لكن هو يبدا من الماتش الجاي ان هو يبدا يلعب الناس اللي متلعب. تمام.